الشعب يثور ضدي على طول لو انا ما احترمش القانون الدستوري. الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة. نمضي إلى الأمام، لا تنظروا خلفكم ولا أسفل الأقدام. اهلا بكم من جديد. دكتور البردعي من على المنصه وضع اربع مطالب ل يعني للتهدئه وللحوار، بطلان التاسيسيه، تشكيل جمعيه جديده تضم جميع الطوائف، العوده طبعا الى ما قبل الاعلان الدستوري، والتوافق الوطني. احنا هنا يا جماعه زي ما انتم شايفين حتى في اولويات الدكتور البردعي خلاص انتقلنا من فكره رفض الاعلان الدستوري لانه خلاص رجع مرحله، رجع خطوه ورا. احنا دلوقتي بنتكلم على الدستور، هذا الدستور الذي سيوضع فجأة أمام الناس للتصويت عليه. الدستور هو قضيتنا الأساسية الآن، خلونا نركز في الدستور. الإعلان الدستوري رجع خطوة ورا. مديحة من القاهرة، اتفضلي يا مديحة. ألو، مساء الخير يا مدام لمين. مساء النور يا مديحة. أنا بكلم حضرتك من ميدان التحرير. أهلا بيك. مصر كلها في التحرير يا مدام. مصر كلها بتبكي اللي حصل امبارح وطريقة التصويت المهينة اللي حصلت في الجمعية التأسيسية امبارح. وانا احب اهدي لدكتور الغرياني المستشار العظيم كلمتين، احب اقول له هذا مساء ملبد وصورة طفلي في صفحة الخزي والكل يرتد، واقنعة فوق هذه الوجوه البليدة في قاعة العار تعبد، واصوات قرص يبيع لنا فوق هذه الوعد، فلا يحسبون حسابا لطفل سيولد ويلعنهم حين يرشد. مساء ملبد. انا حزينة، مصر كلها حزينة يا لمين. ما تحزنيش، ما تحزنيش يا، ما تحزنيش ابدا، ما تحزنيش ابدا يا مديحة. طول ما الناس دي موجودة في الشارع اوعي تحزني ابدا، بالعكس انت المفروض تفرحي ان في اعتراض، وان يا جماعه ده طريق طويل، طريق الحريه طويل. جزء من الشعب قام بيه في 25 يناير، يمكن احنا ما كناش جزء منه في الوقت ده، لكن دلوقتي في طريق تاني للحريه. ما تحزنيش يا مديحة، أنا بشكرك وبشكرك على القصيدة الرائعة اللي أنت قلتيها لنا دلوقتي. مها من التحرير، أشكرك يا مها، أشكرك يا مديحة. مها أهلا يا لميس. أهلا يا مها. بصي يا ستي، أنا من حزب الكلام اللي بيقولوا عليه، بس أنا كان نفسي أنزل بس رجلي وجعاني. أيوه. بيحصل المهزلة دي يا لميس، بيلم الشمل في غزة والفرع في مصر، بيعملوه في مجلة الأمريكية تايم، رجل العالم بأي أي فين العالم؟ إحنا فرقنا يا لميس، زمالك وأهلي. الشعب فين؟ احنا بلدنا وزيع، بدل ما كان الشباب يتلموا على خير البلد ويوزيهم يزرعوا ال 2 مليون فدان اللي وعدنا بيهم، بيفرقهم بيضربوا في بعض يموتوا بعض، فين القرارات بتاعته الاقتصاديه وفين التعليم وفين الصحه والمواصلات والقطارات؟ اذا كان اولى بيعمل قرارات بدل المهزله اللي احنا فيها، بيحدد القضاة بوضع مرتباتهم، القضاة المحترمين اللي هو واقف يقسم قدامهم، ومفروض ان هو بيبقوا على المنصه وهو تحت بيقطع مرتباتهم، بيحدد مين؟ الدستور ما طلعش ليه فهم ماده ان يبقى المفروض الناس تقرا وتكتب عشان يبقى في حياديه، عشان اللي يروح يبقى يروح فاهم. شكرا. مش اي كلام بالذات صح، ومعاكي حق يا مها، معاكي حق في هذه القصه. شكرا يا مها. دكتور علي الصاوي استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره. دكتور مساء الخير. مساء النور يا استاذه نيمه. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. كل المصريين. شكرا. انا عايز اقول حاجه، انه ملاحظه وسؤال. فضل. ملاحظتي انه حسب الماده الثانيه من قرار السيد الرئيس 22 نوفمبر فيما يسمى الاعلان الدستوري، اللي هو في الحقيقه اعدام دستوري. انا عاوز انبه بس للماده الثانيه بتقول ايه، على خلاف ما قيل وما يعني يتقال للشعب انه مجرد تصويت على الدستور الاعلان ده هينتهي، غير صحيح. الماده الثانيه بتقول ايها المشاهد الكريم، بعد نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد. نعم. احسب معايا بقى انتخاب مجلس شعب جديد، لو اصدر قرار بدعوه الناخبين للاستفتاء على هذا بين قوسين الدستور الجديد هياخد له اسبوعين ثلاثه. هو يعني على 15 ديسمبر كده. احسبي معايا يا استاذه لميس، بعد كده هيطلع قانون جديد للانتخابات وفقا للدستور الجديد. تمام. اسبوعين ثلاثه. بعد كده هيشكل المفوضيه، مفوضيه الانتخابات، والمفوضيه هتجهز نفسها اداريا وتعين موظفين عشرات المئات. ادي عندك شهر. بعد كده الانتخابات نفسها على الاقل مرحلتين او ثلاثه، كل مرحله فيها حوالي شهر دعايه انتخابيه، يعني مش قبل سنه من دلوقتي. فاذا غير صحيح انه يبقى بعد التصويت على الدستور ده، لو كان صحيح
هينتهي الاعلان الدستوري. الاعلان الدستوري يعني شغال. انت حاسبها يا دكتور كانه ان هو هذا الاعلان الدستوري بكل ما به من ديكتاتوريه وتسلط سنه على الاقل سنه لازم لغايه لما مجلس الشعب الجديد يخلص الطعون ويجتمع ويحلف اليمين. لا بالظبط دي يبقى الماده الثانيه اتحققت. اذا الحاجه الثانيه الماده الثانيه بتقول يا استاذه لميس كل الاعلان خدي بالك معايا كل الاعلانات الدستوريه والقوانين والقرارات صح كده صح كده بقى السياديه وغير السياديه. كلام بتاع ان دي بس ينطبق على الامور السياديه كلام طلع شفوي غير صحيح. ليه؟ لان القاضي لا اجتهاد مع النص والنص بيقول كل القرارات ما قالش بقى اي قرارات. يعني اذا يمكن اصدار اي قرار وهو غير محصن. نعم. قال لي بقى يا استاذ انيس انا ارجو ان حضرتك توجه سؤال لفضيله مفتي جمهوريه مصر العربيه اعمل ايه لو انا دخلت جامع وبصلي ولقيت الخطيب لا قدر الله قاعد يشتم شتيمه بها الفاظ غير عاديه للتحرير وللمتظاهرين وللمعارضه اعمل ايه يا فضيله المفتي؟ تفتنا علشان انا يبقى تصرفي كمسلم صحيح واللي هتقوله همشي وراه. والله معاك حق والله معاك حق يا دكتور لان احنا ده اصبح معاك حق يا دكتور اشكرك. اتقالنا المفتي الدكتور علي جمعه هساله هكلمه دلوقتي وهنكلم الدكتور علي جمعه دلوقتي وانا اثق في رايه. اشكرك دكتور علي الصاوي استاذ العلوم السياسيه ومعي ايضا الاستاذ كارم محمود سكرتير عام النقابه نقابه الصحفيين. طبعا استاذ كارم ما رد فعل النقابه ممدوح الولي النقيب كان موجودا في للتصويت في التاسيس بالامس بالمخالفه لقرار الجمعيه العموميه؟ مساء الخير يا استاذ لمي. مساء النور. يعني هو طبعا ده لا هو الحقيقه مش مخالفه لقرار الجمعيه العموميه ده مخالفه لقرار مجلس النقابه اللي نعم. صدر يوم 20 نوفمبر الجاري. طيب. يعني من 10 ايام بالظبط. القرار كان بالاجماع من بالانسحاب نعم قدروا اجتماع مجلس النقابة حضروا الزميل ممدوح الولي وهو اللي رأس الاجتماع والبيان اللي صدر عن الاجتماع وكان بيتضمن قرار الانسحاب هو اتقرا عليه ووافق عليه بعد قراءته ثم يعني انا اخترت شار حسام الغرياني بخطاب رسمي فور انتهاء الاجتماع بقرار مجلس النقابة بالانسحاب من التأسيسية وقرار مسبب نظرا لكذا وكذا وكذا لانه الجمعيه لم طيب. مطالب الجماعه الصحفيه في كذا وكذا وكذا. جميل احنا متفقين على ده. طبعا ممدوح الولي حضر امبارح وكان بيصوت ها احنا طبعا فوجئنا كمجلس نقابه كل اعضاء مجلس النقابه دون استثناء يعني فوجئوا بان السيد النقيب حضر الاجتماع امبارح بدون ما يعني يستطلع او طيب. او ياخد راي مجلس هتعملوا ايه يا استاذ كارم هتعملوا عندنا اجتماع طارئ عندنا اجتماع طارئ لمجلس النقابه بكره هنناقش فيه يعني اولا اتخاذ موقف تجاه الجمعيات التاسيسيه التي تجاهلت اهم مطالب الصحفيه واولها حظر الحبس في قضايا الراي والتعبير وثانيها حظر اغلاق الصحف باي طريق وثالثها ان يكون مجلس الوطني للصحافه مستقل عن الاعلام ويكون مستقل بشكل حقيقي مش زي دلوقتي انه الرئيس طيب. يعين رئيس ويعين وماذا مجلس الشورى وايضا سنناقش مساله مخالفه الزميل ممدوح الولي لقرار المجلس اللي صدر بالاجماع وهذه يعني هل هتقوموا بطلب كان في هل هتقوموا بطلب سحب الثقه منه مثلا ولا ده عادي؟ لا لا هذه ليست سلطه مجلس النقابه ليس من سلطه مجلس النقابه سحب بحسب القانون احنا ناس بنمشي بالقانون ليس بس غيركم ما بيمشيش بالقانون بالشكل يعني ده يعني معلش يعني احنا خلينا احنا نمشي بالقانون سحب الثقه من النقيب ليس ولكن سلطه الجمعيه العموميه على ما اعتقد هذا سلطه الجمعيه العموميه لها حق التصرف ولكن يعني سنناقش الامر وسنتخذ يعني من الاجراءات الكفيله بتدارك هذه المخالفه النقابيه شكرا استاذ كارم محمود سكرتير عام نقابه الصحفيين والنقيب سامح عاشور نقيب المحامين. مساء الخير يا سياده النقيب. مساء النور اهلا بيك. اسفه لابقائك على التليفون. يعني كيف ترى هذا الدستور الذي صوت عليه بالامس في اناء الليل والنهار؟ الحقيقه انه الدستور مثل لنا صدمه مزدوجه. الصدمه الاولى تتعلق بموقفنا السابق والمبدئي من تشكيل جمعيه تاسيسيه الحزبي
الإقصائي الذي اعتمد على استلاب حق الأمة كلها واختزالها في حزب الحرية والعدالة ومن يلوذ بهم. وكان المشهد امبارح بيؤكد انه ان احنا قاعدين معاهم دول هم دول حزب الحريه والعداله، وانه اللي موجودين قريبين من هذا الامر لسبب او لاخر ليس مجال الحديث فيها الان، لكن في جميع الاحوال وضح ان الاراده الحزبيه التي تطبيق هذا الدستور، وبالتالي نحن في السياق العام لهذا الرفض نحن مع الامه كلها في ان هذا الحزب لن يعبر عنا، وان دي حيله واحتيال على اراده الامه شارك فيها رئيس الجمهوريه للاسف الشديد بانه خدعنا في انه عمل قال انه بيمد المهله شهرين علشان يدي فرصه للحوار، في ذات الوقت هو اتفق مع جماعه التشريع على ان تنهي الموضوع في ساعه او في ساعات او في ليله كامله لكي ينقض على الامه ويفاجئ الدنيا كلها باستفتاء ويفوت فرصه التقاضي ويفوت فرصه المحكمه الدستوريه ويفوت فرصه النقاش والحوار والجدل والانتفاضه والرفض، كل هذه الامور للاسف الشديد يجب ان نركز عليها، ونقول ان الان ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان الرئيس محمد مرسي ليس رئيسا لجمهوريه مصر العربيه ورئيسا للحريه والعداله التابعه احد فروع الاخوان المسلمين. طيب هل نقابه المحامين او المحامين انفسهم لديهم انتقاد لما يتعلق بهم في هذا الدستور؟ احنا عندنا رؤيتين، الرؤيه العامه اللي بيتفق فيها معي كثير من جموع المحامين حول هذا حول الموقف من الدستور والتاسيسيه، الفريق الاخر وهم فريق غير قليل انصدم صدمه كبيره عندما شاهد نصوص كفاله حق الدفاع كيف تضرب ونقابه المحامين كيف يضعها بعض الذين لا يعرفون قدر المحاماه ولا يعرفون قدر انفسهم ولا المحامين يضعون تحت مهنه المحاماه تحت ابواب او باب اعوان القضاء لولا اعوان القضاء لولا ان المحامين انتفضت على المواقع الالكترونيه والاتصالات التي وصلت اليهم عدلوا موقفهم بخجل شديد في مساء ذات الليله، وهو ايضا يؤكد ان المساله مساله سوق يعني عشوائيه ومرتعشه ومرتعده، وسحبوا العنوان لكن ظل مضمون حق الدفاع مضمون شكلي. نحن لا نريد اي مطالب فئويه داخل هذا الدستور، نحن نريد ضمانه حق الدفاع، ولذلك قلنا انه علشان نضمن حق الدفاع عن المواطنين اللي بيحتجزوا واللي بيقبض عليهم واللي بيحبسوا لابد ان نؤمن لهم اجراءات من اهمها ان يكون هناك مدافع. هذا المدافع او هذا المحامي يجب ان تحميه الدوله بحصانه تضعه او تؤكد فيها فكره ان يؤدي رسالته تجاه حق الدفاع. هذا الامر مهدر تماما في النصوص. الامر الاخر ضيع لنا حتى محامين الادارات القانونيه واخضعهم لهيمنه اعضاء هيئه قضايا الدوله بدلا من ان يساويهم باعضاء هيئه قضايا الدوله كحراس للمال العام ومسؤولين عن شؤون اقتصاديه كبيره جدا بيحموها، وضعوهم قزموا دورهم الى هذا الحد المتهاون. انا داعي غدا لاجتماع لمجلس النقابه العامه مع مجالس النقابات الفرعيه للتشاور بشان المادتين الاساسيتين اللي يهمونا كمحامين معنيين بحق الدفاع، وايضا للشان العام المتعلق بانه كيف تسحب نقابه المحامين لكي تكون احد فروع الاخوان المسلمين او حزب الحريه والعداله. هذا امر مرفوض تماما، وانا داعي المحامين ان تنضم للقوى الوطنيه اليوم وغدا وفي اي وقت تنادي فيه الامه حي على الفلاح، حي على الجهاد، حي على الانتصار، حي على الثوره. يجب على المحامين ان تشارك مشاركه ايجابيه وحقيقيه وفاعله. هذا ما اردت ان اؤكده لحضراتكم ولجموع المحامين. اشكرك سيادة النقيب سامح عاشور نقيب المحامين، ويبدو ان المحامين ايضا لديهم انتقادات لباب المحاماه او الجزء الذي يتعلق بهم في المحاماه. امال مين يا جماعه اللي موافق؟ اللي موافق الحريه والعداله والنور، هم دول اللي موافقين. ومعلش نرجع تاني نشوف الليسته يا جماعه لو سمحتوا، هذه هي قائمه الموافقين وهذه قائمه من اقروا الدستور بالامس. عندنا الليسته عادل لو سمحت. هذه قائمة من أقروا الدستور بالأمس، عليكم أن تنظروا إليها مليا وتشوفوها كده وتبصوا عليها وتقولوا هل ده دستور ديني ولا دستور مدني، ولا دستور يتعلق بمصر المستقبل، ولا دستور يتعلق بمصر الخلافة، ولا دستور بيتعلق بمصر إيه؟ وأنا ما بتكلمش بس عن الأشخاص، مع احترامنا للأشخاص، أشخاص محترمين مبجلين يعني كلهم على حدة كده شخص محترم، لكن في النهاية هم يمثلون طيارا واحدا في مصر، ونحن لسنا طيارا واحدا في مصر. مصر تعددية ثقافية، مصر فيها كل الأطياف، مصر فيها أديان مختلفة ولسنا دينا واحدا، مصر فيها كل الناس، ويجب أن يعبر الدستور عن كل الناس.
فاصل ونستقبل اساتذتنا وضيوفنا، المستشار اشرف ندى الرئيس محكمه السنه في القاهره، والمستشار محمد عبد الصالح نائب رئيس محكمه النقد، بعد الفاصل.